سلام صافا لاباس عليكم هانين مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم روتين للعنايه بالشعر والبشره بمكون واحد فقط. هذا المكون هذا انا ديجا استعملته شحال من مره ولكن اول مره غادي نشارك معكم في القناه. هذا المكون صراحه غادي يجيكم عجيب غريب، يعني لاول مره اصلا غادي تشوفوا شي حد دار به وصفات، اللي هو القرعه اللي سميتها القرع باللغة العربية، القرعة الحمراء اللي كنديرو في الكسكسو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جوج ديال الوصفات، وصفة للشعر ووصفة للوجه. وصفة للشعر لترطيب وتقوية الشعر، هاد الوصفة هادي هي عبارة على بروتين طبيعي للشعر كتخلي واحد الرطوبية واحد اللمعان في الشعر خيالي. صراحة هاد الوصفة هادي ساهلة وبسيطة وما فيهاش مكونات بزاف وغيعطيكم نتيجة اللي هي خيالية. طبعا كيف العادة قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما عليكم الا تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم لي فيديو ديالي، وما تنساوش تشوفوا كاع الفيديوهات اللي كاين في القناة باش تاخذوا فكرة على كاع الوصفات اللي كندير في القناة وتستافدوا. بالنسبة للناس اللي عندهم انواع ديال البشرة سواء جافة حساسة دهنية مختلطة غتلقاو بزاف ديال لي روتين على هاد الانواع ديال البشرة في القناة، يعني اللي غتستافدوا منهم بزاف. وحتى الناس اللي ما عارفينش نوع البشره ديالهم غتلقاو فيديو مخصص اللي غتعرفوا فيه شنو هو نوع البشره ديالكم والطريقه الصحيحه باش تعرفوا اش من نوع من انواع البشره اللي عندكم. ودابا نبداو الروتين ديالنا على بركه الله. كيف ما قلت لكم غادي نشارك معكم روتين كامل للعنايه بالشعر والبشره بمكون واحد اللي هو القرعه. دابا غادي نخليكم مع اول وصفه واللي هي وصفه للوجه، تشوفوا المكونات والطريقه وانطلاقوا. اول حاجه بالنسبه للماسك ديال القرعه، اول حاجه واهم حاجه هو غادي ناخذ القرعه اللي هي القرع باللغه العربيه. ناخذ القرعه وغادي نسلقوها مزيان لمده تقريبا ديال 30 دقيقه. انا خليتها كتسلق لمده 30 دقيقه. طبعا خاصكم ضروري تنقيوها تحيدوا ليها القشور ديالها كاملين وتخليو غير القرعه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. انا ضفت عليها تقريبا 4 ديال المعالق كبار ديال الماء الورد الطبيعي. بالنسبه للماء الورد الا ما كفاتكمش يمكن لكم تضيفوا الماء اللي تسلقات فيه القرعه، يعني ما تلوحوش ما ترميوش نهائيا، يمكن لكم تحتفظوا به وتضيفوه الا كان غادي يجيكم الخليط عاقد. ومن بعد غادي نضيفها في الميكسور حتى تجانس مزيان ونديرها في زلافه ونضيف باقي المكونات. من بعد حتى طحنات مزيان القرعه وتجانست حتى كتحصلوا على تقريبا بحال نقولوا لاسوب بحال الصوبه بحال غتصوبوا الصوبه، غير هنا ضفنا على القرعه ضفنا عليها ماء الورد. خاصها ضروري تجانس وتطحن مزيان، كنأكد عليكم ضروري خاصها تجانس وتطحن مزيان. من بعد ضفت عليها جوج المعالق كبار ديال النشا اللي هي مايزينا. بالنسبه للنشا يمكن لكم تضيفوا اكثر من جوج المعالق، يعني يمكن لكم تضيفوا حتى 6 ديال المعالق الا جاكم الخليط سائل، حيت هو نورمالمون خاصو يجيكم عاقد شويه لان هذا الماسك هذا كيشد البشره وكيخلصكم نهائيا من التجاعيد، ولهذا ما خص يكون الخليط نهائيا سائل. Thank you.
ديال الماسك بالقرعة للوجه. بالنسبة للقرعة فهي مكون جد فعال، هذا يعني جد فعال لتبييض وتوحيد لون البشرة، ولكن أهم حاجة هو أن القرعة الصراحة هي كتحفز الكولاجين وكتعطي واحد اللمعان واحد الإشراقة للبشرة، يعني كتحفز الكولاجين اللي كيساعد في التخلص من التجاعيد والخطوط في الوجه. صراحة كتهنيكم نهائيا من التجاعيد وكتعطي واحد اللمعان واحد الإشراقة وكتوحد لون البشرة بطريقة جد فعالة. بالنسبة للماسك فأنا كنستعملو البشرة ديالي والعنق ديالي لمدة 20 دقيقة وكنغسلو بحركات دائريين. يمكنكم تستعملو نهار ونهار لا باش تحصلوا على نتيجة اللي هي جد فعالة وتعطيكم نتيجة ملحوظة. بالنسبة لي أنا الصراحة كنستعملو مرة واحدة أسبوعيا، لأنني أنا كنستعمل بزاف ديال الماسكات وبزاف ديال لي روتين اللي كنستعمل البشرة ديالي، ولهذا هذا الماسك هذا أغلبية كنستعمله مرة واحدة أسبوعيا، لأنه كيساعد أنه يحفز لي الدورة الدموية والكولاجين اللي كيعطي واحد الإشراقة وواحد اللمعان. ونزيدكم هذا الماسك هذا يمكنكم تستعملوا إلا عندكم شي مناسبة على غفلة وبغيتوا الوجه ديالكم يبان لامع ومشرق، يعني في البلاصة نجاش بالكم في البلاصة، ما عليكم إلا تستعملوا هذا الماسك هذا وغادي يبان لكم الفرق طبعا. ودابا غادي نخليكم مع الوصفة ديال الشعر، تشوفوا المكونات والطريقة وانطلاقه. دابا وصلنا الماسك ديال الشعر. بالنسبة للكمية اللي غنحتاجو ديال القرعة في ماسك ديال الشعر، فأنا شعري تبارك الله طويل وقوي، لهذا استعملت 0.5 كيلو ديال القرعة. انتوما غادي نديرو عينكم ميزانكم على حساب الطول وكثافة الشعر ديالكم. كيف ما قلت لكم انا هنا استعملت 0.5 كيلو ديال القرعه كامل، خديته وسلقته لمده 30 دقيقه حتى هو خاصو يتسلق مزيان، وتحيدوا القشور ديال القرعه وتخليوا غير القرعه الداخلانيه، ضروري تحيدوا القشور. وضفت عليه 4 المعالق كبار ديال الحليب كامل الدسم وجوج معالق كبار ديال زيت الزيتون الطبيعي كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. طحنت القرعه مزيان مع جميع المكونات مع الحليب وزيت الزيتون. كيف ما قلت لكم ضروري خاص القرعه تطحن مزيان بحال غادي نعملو لاسوب، ومن بعد غادي نخويها في الزلافه. هي الصراحه هذا الماسك هذا يمكن لكم تضيفوا عليه اي مكونات، ولكن كنفضل ديروه بالطريقه اللي انا غادي نشارك معكم. هي يمكن لكم تضيفوا عليه حتى ورق السدر مطحون او لاي مكون عندكم، ولكن اذا طبقتوه بنفس الطريقه اللي انا غنشارك معكم فالنتيجه ديالو غادي تكون خياليه، يعني النتيجه ديالو غتكون فعلا كتستحق. انا هنا ضفت عليه 4 المعالق كبار ديال زريعه القرعه. بالنسبه لزريعه القرعه فهي كتباع عند العطار وموجوده، غادي تاخذوها وتطحنوها على يديكم، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال دانون طبيعي. الا كان عندكم شعر جاف جدا يمكن لكم تضيفوا 4 المعالق ديال دانون طبيعي اولا المايونيز اولا اي حاجه عندكم، حليب كامل الدسم، المهم اي حاجه، الزبده، اي حاجه كترطب يمكن لكم تضيفوها على الخليط ما كاينش مشكل. القرعه كيف ما شفتوا معايا فهي مكون رائع صراحه وكيراتين طبيعي، وحتى الماسك اللي شاركت معكم فهو ماسك ساهل وبسيط والمكونات سهله وبسيطه ودغيا كيوجد وما كياخذش لكم الوقت بزاف. بالنسبه للقرعه كيف ما قلت لكم فهي كيراتين طبيعي اللي كيساعد في ترطيب الشعر والتخلص نهائيا من تقصف الشعر جفاف الشعر، وكيساعد في نفس الوقت انه يحفز الكره الدمويه او كيحفز الكولاجين في الشعر
حيت حتى الكولاجين حتى هو فيه حتى الشعر حتى هو فيه الكولاجين اللي كيساعد في الحد من تساقط الشعر، كيخلصكم نهائيا من تساقط الشعر، ما كيبقاش يطيح لكم الشعر نهائيا، وكيعطي واحد اللمعان وواحد الاشراقه، وكيرطب فريمون. الا استعملتوا هذا الماسك هذا للشعر ديالكم ما غاديش تحتاجوا نهائيا تستعملوا لا السوشوار لا البلاك لا حتى شي حاجه، غادي تغسلوا الشعر ديالكم وغتحسوا على انه رطب ولامع، ما غادي يحتاج لا تصاويب لا والو، فريمون كيعطي واحد اللمعان وواحد الاشراقه. بالنسبه للماسك ديال الشعر فانا كنستعملو على الشعر ديالي كامل من الجذور حتى للاطراف، يعني حتى لهنايا كتشوفوا حتى هنايا ما عنديش التقصف، يعني هو كيرطب مزيان، يعني شوف في الاطراف ما عنديش تقصف، الاطراف حتى هما عندي رطبين كيف ما كتشوفوا. سكلفي انا كنستعملو من الجذور حتى الاطراف، وكنخليه لمده ديال جوج ديال الساعات حتى الأربعة ديال الساعات في الشعر ديالي، باش كيستافد منه وباش كيستافد من جميع المكونات. وفاش كتغسلو؟ الصراحه انا كنغسلو غير جوج المرات بالشامبوان، فهي جد كافيه باش كنتخلص من الماسك، ولكن راه كيخلي واحد اللمعان واحد الرطوبيه في الشعر اللي غزاله، وما غاديش تحتاجوا نهائيا السوشوار. الصراحه كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه. وبالنسبه للناس اللي عندهم تساقط الشعر اللي قوي قوي في الشعر، عندكم تساقط الشعر اللي قاصح بزاف وكيبان انه ملحوظ، ما عليكم الا تقلبوا في القناه وغتلقاو بزاف ديال الوصفات اللي انا جربتهم شخصيا، وكيعطيو نتيجه جد فعاله، وكيحدوا من تساقط الشعر. ما عليكم الا تحيدوا العجز وتنوضوا وتهلاو في راسكم وديروا الوصفات، وان شاء الله غتلقاو النتيجه اللي نتوما كتقلبوا عليها. كان هذا هو الروتين ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال اعجابكم. الصراحه هو روتين خفيف ظريف، يعني روتين ديال المعكازات، وفيه جوج وصفات اللي ساهل وبسيطين ولكن جد فعالين، كيعطيونا نتيجه من اول استعمال. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفات هادو وتكثروا يعني من العنايه بنفوسكم باش تحصلوا على نتيجه تكون مرضيه، وداكشي كتقلبوا عليه تلقاوه. طبعا دابا وصلنا لاخر ديال الفيديو، كنتمنى ان هذا الروتين يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا معايا. فوقاش غادي نشوفكم ان شاء الله في الفيديو المجيء. باي باي.